بقى كابتن رفعت عبد القادر مدير النشاط الرياضي، وش الخير على النادي الاهلي، بقول لك الف مبروك كابتن الاول الاتحادي كابتن خالد العوضي ليك وضيوفه كابتن هاني عم نعم كابتن خالد بخيت كابتن عمرو صابر، مليون مبروك، فوز غالي النهارده للنادي الاهلي على الزمالك 70-69. الاهلي عينه على اللقب، وفي نفس الوقت كمان جماهير الاهلي عاوزه لقب افريقيا كمان. الاول بقدم تحيه طبعا لكابتن خالد العوضي وضيوفه عمالقه، الاسامي اللي حضرتك قلتها في كره السله عمالقه. فالاول بقول مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي كلها. بقول تملي احنا بنأجل فرحتنا لغايه احراز الالقاب، دي خطوه على الطريق الحمد لله. خلاص طفينا الصفحه بتاعت النهارده او طويناها، وباركنا للجهاز الفني، وبقول ان باذن الله باذن الله الفريق احنا هننظم بطوله افريقيا. احنا لينا اهداف كبيره السنه دي باذن الله، يعني لسه عندنا كاس مصر وبطوله الدوري وبطوله افريقيا، فالاهداف كتيره السنه دي. بندعو من ربنا ان احنا يعني الطموح ترضي جماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته اللي دعم الفريق يعني بكل السبل علشان نشوف الصوره اللي احنا بنشوفها النهارده. النهارده في المركز الاول في دوري المحترفين بعد فوزه بدوري المرتبط. النهارده يعني بعد مرور ثلاث اسابيع هو بلا هزيمه الحمد لله، بعد ثلاثة فوز. اذا الف مبروك لفريق النادي الاهلي، وبقول خلاص نبتدي بقى نتحضر للماتشات الجايه، نستعد لتصفيات افريقيا اللي هتحتضنها الصاله اللي احنا واقفين فيها دي باذن الله ايام 8 و9 و10. مليون مبروك وخير والقادم افضل باذن الله للنادي الاهلي الفتره المقبله. باذن الله الف مبروك. شكرا كابتن خالد، دي كانت لقاءاتنا بعد فوز النادي الاهلي على الزمالك 70-69.